في امريكا الهاي ويز ليها نمر وبيقول لك ده شرق ولا غرب. الطياره ممكن لو مش عارف السكه تروح في عكس الاتجاه بالظبط. ليه؟ لان احنا ما كلفناش خاطرنا نحط يافطه. المساله محتاجه جديه بقى. اللي بيبنوا المطبات الصناعيه مجلس النواب موجودين في قانون المطبات الصناعيه ولا احنا عايشين في عشوائيه مطلقه؟ مطلقه. بندمر العربيات والناس بتخبط في بعض بسبب شيء غير مقنن بالمرة وارتفاعاتها غير مقننه ولا في اي تنظيم في الموضوع. اللي بنوا الصفه في التجمع الكريمس بنوا الارتفاع ده ازاي بقى؟ عشان نطلع نسلم ولا عشان نعمل ايه؟ يعني مساله يعني نوع من الهزل مش صعب تنفيذه غير بقى في رغبه ونحط هدف ونعمله. انما كون ما فيش كود في مصر لبناء الطرق ونص قطر الملفات وعرض الطريق هو ده اللي بيعمل الحوادث. فالمساله يعني بصراحه مثيره للاعصاب. النهارده البروتوكول ده فكره جيده جدا. عاوز اقول لكم حاجه حصلت وانا في امريكا. كنت تعليم السواقه في مصر طبعا زي اي شاب. وهنا في مصر حضرتك قلت التباهي بالمهاره في السواقه. حتى امتحان السواقه نفسه امتحان مهاره. حط لك كل يقول لك عدي فيهم بوشك وبظهرك وبتاع. فكنت محترف بقى واعملها بايد واحده وبتاع. ما هو احنا في مصر كده. فرحت امريكا جبت عربيه مكحكحه كده الشارع مبهر طبعا الهاي واي مبهر. رحت امتحن. الامتحان عقدني بقى يعني كان في جزء تحريري قعدت اذاكر الاشارات والسايد بتاع ده كنت شاطر فيه احنا شطار في الكلام. بعد كده بقى لي تعالى بقى الراجل جه قعد جنبي وخدني الشارع فاضي خالص. فمشيت وانا شايف ان ده بقى تضيع وقت يعني اكيد هنجح مفيش غيري في الشارع. خش شمال في يمين اركن وقف بتاع مفيش اي حاجه تستدعي مهاره يعني. في الاخر لقيته بيقول لي ما تعالى لنا بعد شهر. بعد شهر هو ايه اللي حصل؟ قال لي لا ما انت هتضطر تيجي تاني يعني ذاكر وتيجي تاني. قلت له انا عملت ايه غلط؟ قال لي اولا كنت ماسك الدركسيون بايد واحده ده نوع من الاستهتار يعني وحاطط ايدك التانية على الشباك. بص تسقط عشان ايه بقى؟ مش عشان مهاره خالص. انا قلت لك تركن في شارع مايل فانت ركنت ونسيت تلف العجل في اتجاه الرصيف. افرض ان الدنيا مطرت بعد كده تجري لوحدها كان المفروض حاجات زي كده يعني.